بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الجزء الثاني من شرح البلاك بورد، وكنا آخر حاجة بنتكلم فيها الجزء الخاص بالمدونات، واتفقنا ان البلوكز او المدونات الهدف منها عملية التفاعل المباشر ما بين الطالب والمعلم سواء كان داخل المدرسة او خارج المدرسة. هي عبارة عن سؤال مطروح للمناقشة، عبارة عن استفسار معين من المعلم للطلاب، وفي نفس الوقت بيكون في إجابة المفروض ان الطالب بيجاوب على السؤال بتاعنا او التايتلز اللي المدرس طرحها للنقاش. فلو لاحظنا مع بعض، بمجرد ما بندخل على المدونة أو البلوج اللي ظاهرة قدامنا، بتلاقي فيه عندنا هنا اختيار اسمه كليك تو لانش، ازاي انك تقدر بقى تدخل وتجاوب على الاستفسار او السؤال اللي ظاهر. طبعا انا دخلت ظاهر قدامي بس العنوان، انما انا محتاج ان انا اشوف السؤال، او الطالب محتاج ان هو يتعرف على شكل السؤال بتاعنا. فبمجرد ما بتضغط على كليك تو لانش، هو بينقلك عندك على تفاصيل المدونه اللي ظاهره قدامنا. في سؤال مطروح على الطالب، الهدف منه ان هو يقرا السؤال ويجاوب عليه. المدونه مختلفه تماما عن الكوزات او مختلفه عن الاكزام، لان المدونه هي عباره عن حلقة وصل ما بين المعلم والطالب، عبارة عن نقطة بيتم مناقشتها في صيغة سؤال، في صيغة استفسار ممكن يطرحها المعلم بعد نهاية الدوام على الطلاب، وفي نفس الوقت ينتظر الإجابة. فهي بيبقى يكون الهدف أو العنصر الأساسي منها عملية المراجعة وتنشيط ما تم دراسته. فهنا في سؤال موجود عندنا بيقول what is the integer data type. هو ده سؤال مطروح بالنسبة للدرس الخاص بال NSB. طب ده السؤال مطروح على الطالب، لو الطالب بقى عايز يجاوب او يتفاعل مع المدرس، هيبقى مطلوب منه ان هو في بوتون موجود عندنا اسمه create blog entry، المفروض ان هو بيدخل فيه او بيفعله. فبمجرد ما بيفعل الجزء ده مباشرة بيديله تايتل، بيكتب بس عنوان للإجابة بتاعته، وبيجي عندنا هنا في التكست بوكس أو في مربع النص بيبدأ يكتب الإجابة، وبعد ما بيخلص بيضغط على البوست انتري. يبقى الجزء الثاني لو رجعنا مرة تانية عندنا وعملنا باك بالشكل ده وعملنا باك كمان مرة، المفروض إن المدونات بتظهر عندنا داخل الوحدات النمطية، وهي عبارة عن سؤال أو جملة للنقاش علشان يقدر يتفاعل معها الطالب. هيبقى مطلوب منه بعد ما بيضغط على العنوان الرئيسي الخاص بالمدونة، هتلاقي في بوتنز موجود عندنا هنا عملية اللانش أو عملية الفتح، ممكن من هنا أو ممكن يضغط على البوتنز اللي اسمه كليك أو أوبن هير. فبمجرد ما بيفعله، هو على طول مباشرة بينقله للمدونة، والمدونة اللي ظاهرة قدامنا هي عبارة عن سؤال مطروح على الطالب، المفروض إن هو يجاوب عليه بحيث إن المعلم يقدر يقيس مستوى استيعاب الطالب للمادة العلمية. طيب الطالب هيكتب الإجابة فين أو هيجاوب على السؤال ده إزاي؟ هنلاقي في بوتن ظاهر عندنا فوق في التايتلز اللي فوق اسمه كريت بلوج انتري. بمجرد ما بيضغط عليه، على طول مباشرة بينقله لشاشة الإجابة أو المكان المخصص لعملية الكتابة. بيقف بس طبعا أهم حاجة، يا ريت يكتب عنوان أو يكتب تايتلز للإجابة بتاعته، وبعد كده بيجي عندنا في المربع الخاص بالإجابة ويكتب إجابته، وبعد ما بيخلص بيعمل بوست انتري، وده بيظهر على طول عند المدرس. يبقى المدرس عرض على الطالب السؤال في نهاية الدوام أو في نهاية الكلاس أو في نهاية اليوم. المهم إن عملية التفاعل بتتم بشكل دائم ما بين المعلم والطالب، بحيث إن احنا نقدر نقيس مستوى الطالب في تدريس المادة العلمية أو شرح المادة العلمية. بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالمدونات، ننقل على نقطة تانية موجودة عندنا. نرجع تاني للجزء الخاص بالإندكس. في عندنا الجزء الخاص بالهومورك اللي هي الواجبات المنزلية، وده جزء طبعا مهم بداخل الوحدات النمطية. يبقى احنا كده شرحنا عندنا الملفات الخاصة، ودي بيتم عرضها من المكتبة الإلكترونية. شرحنا ازاي ان الطالب يقدر يتعامل مع المدونات اللي هي النقطة رقم 3 موجودة عندنا، برضو شرحناها. هنرجع عندنا هنا للنقطة رقم 2 اللي هو الجزء الخاص بالواجبات والتكليفات. النقطة رقم 2 الجزء الخاص بالواجبات والتكليفات، لو لاحظنا مع بعض ان احنا عندنا الهوم وورك مكتوب طبعا ان ده واجب منزلي، المفروض ان الطالب يكون يؤدي الواجب ده او ينفذ الواجب ده، والمدرس طبعا بيتابع الموضوع على البلاك بورد. بمجرد ما بندخل عندنا على الهوم وورك، هو على طول برضو مباشره بيحمل ويقول لك ان ده وورك للفي بي او فيجوال بيزك.
نفسك علشان تقدر تدخل على الواجب وتحله، وده واجب الكترونيك موجود عندنا تم تنفيذه باستخدام خصائص البلاك بورد او الاوبشنز اللي موجود عندنا في البلاك بورد، تقدر تعمل اسئله والطلبه تجاوب عليها. وفي نفس الوقت الميزه اللي موجوده ان المدرسه بتحط اسئله متنوعه للطلاب، سواء كانت اختيار من متعدد او صح وخطا او اختيار من متعدد. فطبعا او المزوجه كل دي تعتبر اسئله بتعمل عمليه اسراء بالنسبه للطالب او بتزود اهتمام الطالب بالماده العلميه، بحيث ان يكون في تنوع، بيتم عرض السؤال باكتر من شكل وباكتر من طريقه. فلو جينا عندنا في الاختيار الخاص بكليك تو لانش او برضو اوبن هير، فبمجرد ما بيتحمل، بمجرد ما بتضغط عليه، هو بيقول لك دلوقتي ان ده هوم وورك للفيجوال بيزك. طبعا بعد ما الطالب قرا المقدمه كويس، بعد ما اتفرج على فيلم الفيديو، بعد ما شاف البرزنتيشن او الباوربوينت، بعد ما تفاعل مع المعلم عن طريق المدونه، يبقى هو محتاج ان هو يبدا يقيس مستواه ويبدا يحل الواجب، بحيث ان احنا نقدر نشوف مدى استيعاب الطالب للماده التعليميه. بعد ما دخلنا في الهوم وورك بتاعنا، حمل معانا بس بيقول لك كونتينيو، كمل بقى بقيه الخطوات. ومجرد ما نضغط على البوتون بتاع الكونتينيو، ودي مجموعه من الاسئله عباره عن اختيار من متعدد، بيبدا الطالب يقرا السؤال وبيبدا يختار الاجابه الصحيحه. وبعد ما بيخلص مجموعه الاسئله اللي ظاهره قدامنا، كل اللي بالمطلوب منه ان هو بيضغط على البوتونز اللي اسمه سيف اند سبميت، وكل سؤال موجود عندنا درجته كام بالظبط، بحيث برده ان الطالب يبقى عارف هو خد كام من كام، الاسئله اللي جاوبها بشكل صحيح، الأسئلة اللي هو ممكن يكون حصل فيها عملية دروب أو خطأ. ويبدأ بقى المعلم يعمل عملية تشيك أو مراجعة مع الطالب مرة تانية علشان يجاوب الأسئلة كلها بشكل صحيح. طيب نرجع مرة تانية، نسيب طبعا الأسئلة مش هنحلها، هنرجع مرة تانية. يبقى الجزء الخاص بالواجبات، كل اللي مطلوب منك انك بمجرد ما بتضغط عليه من الاندكس او من الفيرس، ودي ميزة الوحدات النمطية ان هي بتحتوي على شرح المادة التعليمية، بتحتوي على المدونات، بتحتوي على الواجبات، بيظهر عندنا الانترفيس او الواجهة، بتقول لك كليك تو لانش، وبعد كليك تو لانش في عندك كونتينيو، بتضغط على كونتينيو بتبدأ الأسئلة تحمل معاك. وبعد ما بتخلص او مرة تانية نضغط على كليك تو لانش، وبعد كليك تو لانش بتقول له بس كونتينيو. أهم حاجة بعد ما تخلص يا ريت تقول سيف اند سبميت، مهم جدا انك بعد ما بتخلص أي اختبار او بتخلص اي جزء مرتبط بالواجبات، انك تقول له سيف اند سبمت، لازم تخزن وتسلم ما تم تنفيذه، علشان طبعا يطلع لك السكور، وفي نفس الوقت تقدر تعرف الديجري او الدرجه اللي انت حصلت عليه. طيب هنرجع مره ثانيه عشان نكمل الجزء الاخير اللي ظاهر قدامنا. في عندنا هنا الجزء الخاص بالassignment اللي هي التكليفات. التكليفات بتبقى عبارة عن مجموعة من المهام اللي بيوجهها المعلم للطالب، ممكن تكون عبارة عن مجموعة من الابحاث المطلوبة من الطالب بحيث ان هو ينفذها او يعمل عملية ريسيرش او بحث عن بعض السبجكتس او المواضيع، ممكن تكون عبارة عن مجموعة من الاسئلة التعليمية اللي هي مطروحة بتتحط في ملف وورد او تتحط في ملف PDF بتترفع للطالب، بحيث ان الطالب ياخدها عنده بعد كده ويبدأ يحلها. يبقى احنا ما بنكتفيش بالجزء الخاص بالهوم وورك بس، لان الاسئلة بتاعت البلاك بورد بتتم بشكل الكتروني، لا احنا عايزين برضو ان الطالب يدخل على التكليفات وفي نفس الوقت يعتمد على عملية السيرش وعلى عملية البحث وتنفيذ المهام اللي مطلوبة منه، سواء كانت الاجابة عن اسئلة، سواء كانت عملية بحث عن سبجكت معين او ديتيلز معينة. يبقى احنا كده بنعمل عملية تكامل في الوحدة التعليمية اللي بيتم تدرس. فبمجرد ما نضغط على الاختيار الخاص بالassignment، هو على طول مباشرة بيحمل معانا، وزي ما احنا شايفين هو ملف موجود عندنا خاص بالفيجوال بيزك، بيتكلم او ورك شيت، ورقه عمل، ملف موجود عندنا الاكستنشنز بتاعه دي او سي، وهو ظاهر قدامنا. هتيجي تقول لي طب انا احمله ازاي؟ لا، بس هو كل اللي مطلوب منك انك بمجرد ما بتيجي على التكليف ده وبتضغط على اللينك الخاص بالتكليف، هو على طول مباشره بيحمل معاك. يبقى اي اساينمنت او اي تكليف هيظهر معاك، بيديك الانفورميشن بتاعته، بيدي لك بياناته، اللينك بيكون ظاهر قدامنا، الهايبر لينك، بمجرد ما تضغط عليه بيحمل معاك، وهو حمل معايا تحته بشكل فعلي. بمجرد ما فتحته هتلاقيه هو عبارة عن ورك شيت موجود عندنا، مجموعة من الأسئلة، ممكن تكون أسئلة وكمان مجابة بالنسبة للطلبة، محتاجة انك تحملها تذاكرها، المدرس هيرجع يسألك فيها مرة تانية، بحيث ان هي تكون سهلة وبسيطة عليك في عملية التدريس او عملية اللي استيعاب المادة العلمية. طيب
ده الجزء الأساسي أو الرئيسي اللي موجود عندنا بداخل الوحدات النمطية. احنا تناولنا الملفات وعملية الربط ما بين الدروس والمكتبة الإلكترونية، اتكلمنا عندنا في الواجبات والتكليفات، اتكلمنا عن الجزء الخاص بالمدونات، هيبقى فاضل عندنا الشق الأخير أو الجزء الأخير اللي هو التعرف على درجات الاختبار. طبعا عشان التعرف على درجات الاختبار هيبقى الموضوع برضو ما فيش فيه أي صعوبة، أنت بس عن طريق الانترفيس أو الواجهة الرئيسية الخاصة بالبلاك بورد في داون ارو، ممكن من خلاله ان احنا بمجرد ما بتفعله على طول مباشرة هيبدأ يعمل عملية ايه اظهار للجزء الخاص بالدرجات. لو رجعنا كده للهوم بلاي بالشكل ده، تمام، هنرجع بس للجزء اللي هو الخاص بالدروس. بحيث ان اي طالب عايز يتعرف على اي درجة موجودة عندنا من الدرجات تبقى الامور بالنسبة له سهلة وميسرة. هنيجي عندنا هنا في الجزء اللي هو الخاص بالتعرف على الدرجات، المفروض انه بيكون في داون ارو، بس هو طبعا هو بيظهر عندنا في الواجهة الرئيسية للبرنامج او بيظهر عندنا يعني ممكن نشوفه او نتطرق ليه، بس خلينا في الجزء الخاص بالاكزامز دلوقتي، الكوارترز اكزام، بحيث ان احنا بدل ما اخرج من شكل الانترفيس الخاص بالبرنامج وادخل فيه مرة تانية، فممكن عندنا هنا الكوارترز اكزام نتطرق ليه سريعا والويكلي بلان، وبعد كده نبدأ ندخل نشوف ازاي ان الطالب بيتعرف على درجاته. الجزء الخاص بالكوارترز اكزام اللي ظاهر قدامنا برضه هو هايبر لينك، بعد ما خلصنا خلاص الليرنينج موديولز هندخل فيه الكوارترز اكزام، فبمجرد ما بندخل فيه هو المفروض ان هو جزء مهم جدا لانه عباره عن الاختبارات اللي بتطبق داخل مدرسه الانجال، الاختبارات الالكترونيه في نفس الوقت، الاختبارات دي ما يقدرش الطالب يتعامل معاها من اي مكان او يدخل فيها بشكل مباشر عن طريق البيت او لا او من الجوال او كده، لا طبعا الاختبارات الخاصه بالمدرسه بيكون ليها باسورد معينه بتتم تحت اشراف مجموعة طبعا من المراقبين والقائمين على العملية التعليمية في المدرسة، فما ينفعش أو المشرفين القائمين على عملية التدريس والتعليم، فما ينفعش إنك تدخل عليها مباشرة. بس طبعا إحنا برضو عايزين نوضح التفاصيل الخاصة بالبلاك بورد، إنك بمجرد ما تدخل في الكوارترز إكزام ممكن نلاقي عندنا هنا في فاينل تيست 4 إن ده كان اختبار نهائي لكوارتر 4، وفي نفس الوقت زي ما إحنا شايفين قدامنا في عندنا هنا ورك شيت، ممكن الورك شيت بيكون عبارة عن مجموعة من ملف العمل زي ريفيجن شيت او مراجعه بالنسبه للطلاب، ايه العناصر الاساسيه او ايه المهام الاساسيه اللي ممكن يراجعوها قبل الاختبار، بحيث ان تبسط على الطالب عمليه الامتحان. وبمجرد برضو ما بتضغط على فاينل تيست هو بيحمل معاك وبس بيطلب منك الباسورد، والمدرس طبعا بيتجاوب مع الطلبه بيعرفهم الباسورد، وبعد كده بيبداوا الاختبار، بيكون ان شاء الله بسيط وسهل على ما تم تدريسه في الوحدات النمطيه وعلى الجزء الخاص بالورك شيت اللي تم طرحه بشكل مسبق. في عندنا هنا برضو من الحاجات المهمة جدا الويكلي بلان أو المخطط الأسبوعي، والمخطط الأسبوعي هو يعتبر حلقة الوصل ما بين إدارة المدرسة والمشرفين ورؤساء الأقسام وما بين أولياء الأمور، وفي نفس الوقت برضو حلقة الوصل ما بين المعلمين والطلاب، لأن الويكلي بلان بالنسبة لنا هي عبارة عن مخطط أسبوعي بيتم عرضه بشكل دوري أو بشكل مستمر، بيكون الهدف منه ان الطالب يبدا يتعرف على التايتلز والسبجكتس والعناوين الاساسيه اللي هيدرسها خلال الاسبوع ده، بيعرف الديتيلز والتفاصيل اللي موجوده داخل الماده التعليميه، بيعرف العناصر اللي هيتم تدريسها، طبعا الهدف منها ان هو يعرف كويس قوي هو هيدرس ايه، ايه الجزء اللي هو محتاج ان هو يحضره، ايه الجزء اللي هو محتاج ان هو يراجعه، وفي نفس الوقت يكون مطمن ان الجزء ده يعني هيتم تناوله بداخل الكوارتر اللي احنا بنشتغل فيه بشكل دقيق وبشكل واضح. وفي نفس الوقت عندنا يعني لازم يكون برضو نوضح ان الويكلي بلان بتوضح لاولياء الامور ايه العناصر اللي تم تدريسها بداخل الكوارتر ده، وفي نفس الوقت الديتيلز بتاعته هي البيانات والعناوين اللي هيتم فيها عمليه الاختبار، يعني لان بعض الناس بتستفسر الاولاد هيمتحنوا في ايه او الاختبار هيتم في ايه، لا هو الويكلي بلان بالنسبه لي او المخطط الاسبوعي بيوضح العناوين والبيانات والتفاصيل اللي تم تدريسها خلال الكوارتر ده، لانها بتتناول كل فتره بشكل
بشكل دقيق، فبتوضح لك بالظبط ايه اللي هيتم تدريسه، وفي نفس الوقت بيكون سهل جدا عليك انك تعرف ايه اللي انت اتعلمته والاختبار بتاعك هيكون فين، ايه اللي انت اتعلمته والاختبار بتاعك هيكون فين. ده بالنسبه للمخطط الاسبوعي او بالنسبه للويكلي بلان. فاضل بقى حاجه بسيطه جدا، ان احنا بس ممكن ندخل في البلاك بورد مره تانية، ان احنا بس ندخل في البلاك بورد مره تانية، بحيث ان انا يعني لو عملت مثلا تراجع بالشكل ده،